مرحبا بكم أيها الثائرون في أرض الوطن، أيها اللبنانيون، يا من رفعتم علم لبنان الراية كل يعني كل شو معنات كل يعني كل؟ يعني من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة للمجلس كلهم في حاوية الزبالة وزدتوه هون بالمطامير بلبنان، بالمطامير محل ما بي. أنا إنسان مغترب لأجل هيك عم بقول بلبنان، وطني لبنان، بدي أرجع بكرامي على لبنان إن شاء الله. امبارح سمعنا شو صار، في ثورة بدها تشيل هالفاسدين، إن كانوا من حزب الله ولا من حركة أمل ولا من القوات ولا من الاشتراكية ولا أي حزب كان، كلهم فاسدين، كليتهم فاسدين يعني دون استثناء، كلهم فاسدين، ما في حل تاني، لازم تشيلوهم، شمموكم ريحة الزبالة، حطوهم بحاويات الزبالة مثل ما عملوا بالمكسيك، صار يشيلوا الوزير ويحطوه بحاوية الزبالة ليشم الزبالة. يعني يا لبنانية ردوا لهالشعب المال المسلوب المنهوب السارقينه، أملاكن حطوا إيكن على أملاكن، ردوا المال للشعب اللبناني خليه يعيش فيه ويرتاح ببلده، عم يهجرونه، هجروا اللبنانية كلهم، وأنا براهن إنه بس يمشي الوضع إن شاء الله بلبنان اللبنانية كلها بترجع تفتح مصاري بتنمي لبنان، بصير لبنان جنة على الأرض، العالم تشتهي تروح تشوف لبنان. مهم من حزب الله لحركة أمل ما تتهاونوا معهم، حزب الله نصر الله هرب على إيران، بعد نكرر هرب على إيران منه موجود بلبنان، هي واحد وسخ هرب على إيران وظلموا بلبنان، حاملين سلاح يعيب الشوم عليهم وعم بيقوصوا يفزعوا المتظاهرين، هذا الإرهاب بحد ذاته إرهابية، حركة أمل نفس الشيء إرهابية، لقطوهم كلهم من سمير جعجع على نصر الله لميشيل عون لهيل خرش واسمه وليد جنبلاط لوئام وهيب، كلهم يعني كلهم بالحبس